أفكار ومشاريع أكاديمية لتطوير وعي الطلاب وتعزيز روح المبادرة فيهم، هذا كان محور الحلقة النقاشية خلال الموسم الثاني للملتقى الوطني للتميز العالي بحضور العديد من الخبراء ذوي الاختصاص. هذا الملتقى نستضيف نخبة من الضيوف المميزين في مجال التعليم، في مجال صعوبات التعلم، في مجال كيف أن الإنسان ممكن يبدع في حياته، في مجال شلون الواحد ممكن يرسم أهداف وممكن يحققها. نتمنى طبعا جيل الشباب يركز ويحضر هذا الملتقى. الهدف من هذا الملتقى نقل الخبرات إلى جيل الشباب في أكثر من مجال بالتركيز على مجال صعوبات التعلم. جيل الشباب يمثل تقريبا 72%، نتمنى نركز على هذه الفئة عشان نرتقي بالدولة ونحقق أهداف التنمية. هذا الملتقى راح نتكلم اليوم عن أفضلية القطاع الخاص والقطاع الحكومي على مستوى التعليم وكذلك على مستوى الوظيفة، وبإذن الله راح يعني نطرح مادة إن شاء الله تثير الفحوى العلمية. بالنسبة للطلبة هو مهم جدا في النهاية تشوف دور الجامعة في المسؤولية الاجتماعية وكذلك دورها اللي أثرتها مع الطلبة الدارسين فيها حاليا وكذلك البرسبكتيف ستودنتس الطلبة المرتقبين إن شاء الله في الدراسة فيها. وأيضا يعني يهمنا وايد أن الطلبة تشوف الدور الجامعة أو تشوف دور الجامعة بالأحرى في النشاطات الاجتماعية اللي تقوم فيها وكذلك الأنشطة العلمية. هذا الملتقى يتخلله العديد من ورش العمل وعدد من الدورات التدريبية والمحاضرات التي تستهدف طلبة الكليات بمختلف تخصصاتها حتى يتسنى لهم إدراك التحديات وتطوير المهارات والولوج إلى سوق العمل بكل مهنية. قمنا هذا الملتقى اللي اسمه ملتقى التميز العلمي الثاني للمرة الثانية، لأن الأول فاز بإبداعاته وطلع إبداعات الشباب والبنات اللي من فئة الجامعة. يهدف هذا الملتقى أنه يطلع إبداعات الطالب أو إبداعات المتلقي من خلال تزويدهم بالورش ودورات المقامة في الملتقى نفسه. هذا الملتقى في موسمه الثاني يأتي لإبراز إنجازات الشباب انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية والدور الرائد في دعم الطلبة والشباب.